ونروح لابو محمد برضو من مصر. ايه اللي بيحصل في البلد يا ابو محمد؟ اهلا بيك. ده سؤال من محمد بيقول ايه اللي بيحصل في البلد؟ ما بيحصلش حاجه، بتحصل كل حاجه كويسه في مصر. حلو جدا. ايه بقى الكويس اللي بيحصل؟ قول لي الحاجه الحلوه. الحاجه الحلوه ان في امان، في اقتصاد، في كل حاجه بتتعمل حلوه وانتم مش شايفينها. انت مش عارف ايه اللي عامل بص لكم من ناحيه الحاجه يا سيدي. ايه بقى الحاجه الحلوه؟ وانا جايبك عشان اقول لك. قول لي ايه الحاجه الحلوه. تقول لي انتم مش شايفينها. يا عم انا مش شايف، ما تقول لي ايه الحاجه الحلوه. قول لي الناس ما بتاكلش من الزباله. قول لي الناس ما بتنامش من غير عشاء. قول لي الراجل ما بياخدش فلوس الناس يحطها في قصور وكلام فاضي. قول لي الراجل ما بياخدش فلوس من الدنيا كلها قروض وسلف على البلد علشان يعمل بيها مصانع، مش بيعمل بيها عاصمه اداريه عشان يخلد اسمه واسم اللي جابوه. قول لي حاجه مفيده للبلد، انما هتطلع تهرتل وانتم مش شايفين وانتم مش عارفين. الكلام ده خلص. الكلام ده خلص. يعني دلوقتي بقت الدنيا يعني ضيقه قوي، بقت الناس عارفه ايه اللي بيحصل هنا وهناك. عندك كلام بالعقل يا ابو محمد؟ اتفضل. ما كل الدول بتاخد خروج، ما انت الدوله اللي انت بتاخد خروج. لا اله الا الله. يا عم سيبك من الدول كلها، قول لي انت بتاخد فلوس تعمل بيها ايه؟ هم ما لقوش العيش يتعشوه، جابوا قرد ينططوه. بتاخد فلوس تعمل بيها ايه يا ابو محمد؟ بتبني بيها قصور يا ابو محمد؟ بتعمل بقى العشوائيات، وبتعمل مدارس، وبتعمل مستشفيات. فين ده؟ انتوا ما بتشوفوش الحاجات دي، انتوا مش عايزين تشوفوا الحاجات دي. فين يا عم؟ فين بس؟ قول لي فين ده؟ معمول المستشفى المعمولة في بورسعيد. ايه ما اتكلمتوش عنها ليه؟ مستشفى معمولة بورسعيد. ألف مبروك يا جماعة، الحمد لله. الحمد لله السيسي عمل مستشفى بورسعيد. ألف مبروك. اسمها إيه يا أبو محمد مستشفى بورسعيد؟ والعشوائيات اللي تتعمل. اسمها إيه مستشفى بورسعيد دي بس؟ هو ضرب نار في الهواء. اسمها إيه مستشفى بورسعيد دي؟ يا عم خليك في العك اللي أنت فيه. يا عم العك أنت اللي فيه، أنت اللي عايش مية البطيخ زيك وزي أحمد موسى والأشكال دي. أنت هي بالصوت وبالكلام المستشفى اللي بورسعيد، والمدرسة اللي في الدلنجات في البحيرة، وعملنا وحدة صحية في مش عارف في أبو صير. يطلع كلمني كلام عدل. قول لي الدولة رايحة فين؟ الاقتصاد رايح فين؟ إيه وزنك دلوقتي الاقتصادي؟ إيه وزنك السياسي؟ إنما إحنا عايشين زي الفول. فاهم أنت؟ في نفس فكرة مسرحية تخاريف. عمر الناس ما كانت مبسوطة. الناس ما مبسوطة عمرها ما كانت. ما كانتش مبسوطة عمرها. يا عم قول لي كلام مفيد. إنما الهرتلة يعني هو بقى تقريبا السيسي عاد بعض الناس في الشعب يعني.